السنوات الأخيرة تشهد كمية التنافس على الدوري والكأس وجميع البطولات السعودية بين الهلال والأهلي. الهلال بسط سيطرته في آخر سنتين وقبلها، الأهلي حصد الأخضر واليابس، وهذه المرة التنافس بنكهة عربية. والله بالنسبة للأهلي فريق كبير، الأهم إن شاء الله أنه في النهائي في فريق سعودي، فما في خاسر بيننا. أكيد أنه طبعاً إحنا الاثنين نمثل المملكة العربية السعودية، فأكيد أنه بنسعى أنه نمثل خير تمثيل، وإن شاء الله تكون مباراة تليق فيها. سنفرد الأوراق. الهلال نستطيع القول عنه فعلياً أنه مجرد من أسلحته الأساسية، على رأسهم الفرنسي غوميز وعبد الله عطيف والعابد والفرج وياسر شهراني، وكلهم بسبب الإصابة، ولن يستطيع المدرب الاستعانة بالإيطالي الفنان جوفينكو والأسترالي ديجانيك لعدم تسجيلهم بالبطولة. نحن لا نفكر باللاعبين الغائبين بالطبع، أفكر بالمتواجدين في الفريق وأريد منهم تأدية مباراة جيدة. هم يمتلكون جودة لاعبين وأنا متأكد أنهم سيكونون جيدين. في النهاية هي معركة من مباراتين في البطولة العربية، ستسعد جمهور الطرفين، والأفضل سيصل إلى النهائي لإسعاد الجماهير. الحاضرون عند الهلال لطالما قاموا بالواجب كما هو مطلوب على أكمل وجه، وأن تردد القميص الأزرق يعني من المؤكد أنها مسؤولية كبيرة أمام جماهير لا تقبل أنصاف الحلول، والمؤكد كذلك أن الأسماء الحاضرة قادرة على تحمل المسؤولية. المسيرة فرق أصعب أسهل، حاليا الهلال أكثر جاهزية من الأهلي. ما في فريق سهل وصعب، هي الفريق حاضر في اليوم هذاك ولا لا، لأنها هي كرة قدم، الفرق كلها تشارك في هالبطولة، فأكيد كلها فرق جاهزة وقد أنها تكون موجودة في هذه البطولات وفي هذه المراحل، فهي على حسب هل الفريق هو في يومه ولا لا. نطمح أن تكون بطولة عربية في خزائن النادي الأهلي، لكن المنافسة ما زالت فيها صعبة وقوية، وأمام نادي كبير كالهلال يحتاج إن شاء الله من اللاعبين أنه تكون لهم كلمة إن شاء الله داخل الملعب، برضو إن شاء الله بمساندة جمهورنا بإذن الله أنه نروح لنهاية ونسعدهم فيها بإذن الله. على الجانب الآخر، الأهلي صحيح أنه طوى صفحة الدوري، لكن جدوله مزدحم بالمباريات والغيابات كذلك بالجملة، إما للإصابة أو لعدم تسجيل قيدهم في البطولة العربية. خلال الفترة القليلة الماضية مع نادي الأهلي، أي ما يقارب الشهر، لعبنا فيها 8 مباريات، وحين يكون هناك ضغط بهذا الشكل لابد من التدوير بين اللاعبين، وأحترم رأي الجميع. الخبير فوساتي لديه في الهجوم السومة ودي جانيني، وهما مرعبان عطفا على الأرقام. في الأهلي من هو اللاعب اللي يخشى محمد بن فيصل؟ أنا والله ما أخشى أحد، أنا ما أخشى إلا الله سبحانه وتعالى، بس أني أحترمهم كلهم، كلهم لاعبين على مستوى عالي، كلهم لاعبين دوليين أجانب على مستوى عالي ومستوى كبير. عمر السومة لاعب إضافة للكرة للدوري السعودي بصراحة، وهذا احنا كنا نتكلم، عمر السومة لاعب عربي وآسيوي ولكن مواصفات عالمية ما شاء الله عليه. العكيد السومة أو دي جانيني أو أي لاعب من الأهلي سيصل إلى شباك الهلال، ستكون المرة الأولى في بطولة زايد للأندية الأبطال. نعم، تخيلوا قوة دفاع الهلال بجانب قوة هجومه، فهل تنجح خبرة فوساتي في الاستفادة من الظروف، أم حنكة زوران متمثلة بتكامل الهلال ستكون لها الكلمة الفيصل؟ من الرضوان، صدى الملاعب.